أطلقت مديرية الصحة بأسوان قافلة علاجية بقرية البراسي التابعة لمركز إدفو في أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة على مدار يومين. ضمت القافلة 10 تخصصات إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية، وتم الكشف على 816 من المترددين على القافلة، وتم صرف العلاج الذي يتوفر منه الآن أكثر من 130 صنفا بالمجان، وتحويل عدد من المترددين للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء عمليات جراحية وأشعة رنين. بنقدم جميع التخصصات الطبية المختلفة، معانا الصيدلية، معانا معمل كيمياء الدم، معانا معمل الطفيليات، معانا جهاز الأشعة إذا احتاجنا الحالة أن هي تتعرض على الأشعة على الأخصائي، برضو معانا التحويلات الطبية لمستشفى حرص تخصصي ومركز إدفو أو مستشفى جامعة أسوان. النهاردة رغم أنه هو 6 أكتوبر وأجازة، لكن إحنا شغالين في القوافل وبكامل طاقتنا، عيادات كتير، القوافل الطبية حاجة جميلة لأسوان وشعب أسوان، ومستمرة معانا على طول، وفيها أدوية يمكن مش موجودة في الصيدليات اللي برا. بصراحة مجهود ممتاز من القيادات ومن سيادة الرئيس اللي بيحب الصحة في مصر، وعمل أكتر رئيس عمل مبادرات كان الرئيس السيسي. طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس على الرعاية الكاملة بالنسبة لحياة كريمة عندنا هنا في القرى، وخصوصا قطاع الصحة، فالحمد لله يعني احنا موجودين دلوقتي في قافلة طبية جميع التخصصات جاءت لأهل القرية.